هنتكلم كمان النهاردة رمزي على حدث أعتقد كل جماهير النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي بيكون فخور بيه، وجود أهلي الأقصر بالصورة الرائعة اللي ظهر بيها. أعتقد ده إنجاز يضاف للنادي الأهلي، وزي ما قالت سهام ودايما بنقول الشراكة المميزة مع شركة السادات الوطنية عاملة حالة جيدة جدا جدا، والنادي الأهلي القيمة العظيمة وهذه الشركة يعني العملاقة السادات الوطنية عاملين دويتو أكتر من رائع، وده كله في صالح الكرة المصرية وفي صالح الرياضة المصرية بشكل عام، وفي صالح كمان أهالينا النهاردة في الأهلي في الأقصر لصالح أهالينا في جنوب مصر. طبعا يعني دي أكتر أعتقد أنه توضح قيمة النادي الأهلي. صحيح. أكتر ناس سعداء بالموضوع ده أهالي الصعيد طبعا حاجة عظيمة. يعني أنت مش تخيل لما كنا بنروح مثلا تلعب هناك ماتشات جمهور الصعيد حاجة عظيمة. أكيد النادي الأهلي يتاح لهم فرصة إن هو يعمل فرع هناك، ده حاجة جميلة. موضوع الانتماء ده حاجة يعني حاجة ما توصفش. طبعا النادي الأهلي وجوده هناك يخدم أهالي الصعيد، ده حاجة يعني مش عارف اقول ايه، بس حاجه بصراحه هم كانوا محتاجينها كمان، انه بينتمي يعني المكان ده. يعني هو محتاج طبعًا يعني شعب السعيد محتاج دوت، والنادي الاهلي مع شركه السادات عارفين دوت وحسبوه صح وقرروا بلد جميله جدا. انا بالنسبه لي اجمل بلاد العالم هي الاقصر بصراحه. طبعا يعني الاقصر واسوان وكل اهالي الصعيد طبعا ليهم حق علينا وليهم حق على النادي الاهلي. صحيح. والنادي الاهلي يعني اتاح لهم الفرصه دي ان هو موجود وبالشكل الرائع اللي شفناه، الصوره الرائعه الاحتفاليه الرائعه اللي موجوده دي. ده طبعا اتمنى ان هو يخدم اهالي الصعيد ويبقى حاجه مشرفه طبعا هناك، ويا رب كل الناس ويبقى مش بس في الصعيد، يبقى في كل حته في مصر. صحيح. باذن ضروري جدا ضروري، زي ما انت قلت ده نادي كبير، والمفروض دوره حتى المجتمعي لا يقل اهميه عن دوره الرياضي.